الناشط السوداني استاذ وائل. بس معلش دقيقه اتفضل. انا عاوز ارد على الكلام اللي قاله كله. انا ما سمعت الا حاجات مقتضبه من كلامه. بيتكلم يقارن السودان بفرنسا. فرنسا الحد الادنى للاجور عندهم 2000 يورو والحد الادنى للاجور عندنا في السودان 10 يورو. ما ممكن تقارن بين دولتين. يعني بيحاول يغطي الكلام بانه يصف المظاهرات المشروعه باعتراف رئيس الوزراء السوداني السيد الدكتور معتز موسى. تكلم قال انه التظاهر حق مشروع، يتكلم عنها يسميها عمليات تخريب. يعني الشعب السوداني تظاهر بشكل حضاري، والصور الفيديو بتاكد على مدينه عضبره المتظاهرين تظاهروا بشكل حضاري. الشعب السوداني شعب متحضر، ليس شعب همجي ليحرق ويدمر. الذي يحرق ويدمر دائما هم الذين ترسلهم الاجهزه الامنيه عشان تشوه صوره المتظاهرين. ده بيحصل في كل مكان في العالم. في باريس دمروا التماثيل ودمروا المتاحف، لكن المتظاهرين في مدينة عضبة السودانية، المدينة السودانية حافظوا على كل شيء، حافظوا على المتاجر ولم ينهبوها. نعم. وعمليات النهب والسلب الذي حصلت سيد وائل. يعني بغطاء سيد وائل قل لي يعني هذا الحراك ما الحراك الذي يشبهه فيما سبق في تاريخ السودان؟ حراك إبراهيم عبود، أم جعفر النميري، أم سوار الذهب، أم نفسه عمر البشير، أم أي حراك حدث في تاريخ السودان الحديث؟ هذا حراك من نوع جديد. نحن نعيش في زمن جديد، زمن مختلف. في أيام إبراهيم عبود وأيام النميري كان هنالك نقابات مهنية قوية. كان في جامعة عبود كان جامعة الخرطوم جامعة قوية. الآن الجهة القوية هي الإعلام، هي السوشيال ميديا، هي الشباب الذين يتظاهرون أعمارهم ما بين 20 و30 عام، الذين عاشوا في ظل الإنقاذ، الذين ذاقوا الظلم وذاقوا البطالة وتغرروا في العالم بحثا عن العمل، الذين يكدحون ويتعبون ثم يذهبون إلى الملوك ليجدوا ان موظفي البنوك يحدثون بان الحكومه تحدد ان المواطن يصرف اقل من 10 دولار. نعم سيد وائل، يعني سريعا لو سمحت لان وقت الفقره انتهى تقريبا. سيد وائل، ما دور السيد الصادق المهدي امام طائفه الانصار الذي عاد الى السودان والمظاهرات في اوجها، بل دعا انصاره الى النزول الى الشارع؟ السيد الإمام الصادق المهدي هو زعيم سوداني كبير، هو قيادة تاريخية، هو محل احترام من الشعب السوداني ومحل تقدير، ولكن هو لا يقود المظاهرات. لا، لكي لا يتم التلبيس على البعض من يصف الصادق المهدي بأنه الخميني وأنه هو الذي يحرك التظاهرات. الإمام الصادق هو أحد زعماء السودان، وهو يعني دعا أنصاره للنزول في التظاهرات، لكن أنصاره لا يشكلون جموع المتظاهرين. كان في المظاهرات إسلاميون وشيوعيون وأتباع الطريقة الختمية وأتباع الصوفية وسلفيون وكل أنواع. إذا الشعب السوداني الظلم عم الجميع. نعم الظلم عم الجميع. أستاذ وائل، بكلمات مختصرة لو سمحت، هذا الحراك إلى أين؟ الحراك الان ماشي في خطى متسارعه، طلبا للتغيير. نتمنى ان الطرف الاخر يقبل باراده الشعب. نعم. يقبل بسنه الحياه وهي التغيير. نعم. لكن الطرف الاخر اذا تصلب ممكن نحن نصل لنقطه مواجهه بين الشعب وبين المؤسسات، ونحن ما نتمنى انه الامر ذا الذي تكرر في ليبيا وسوريا. نتمنى انه الطرف الاخر يكون يتحلى باخلاق الرئيس عبود، والقوات المسلحه يعني تكون مثل اسوار الذهب. لا نريد مواجهات، لا نريد انتقام، نريد وطننا فقط، ونريد ان نعيش حياه ديمقراطيه. نعم، كل هذه الطلبات يطالب بها كثير، بل ربما السواد الأعظم من الشعوب العربية. بشكرك وائل علي الناشط السياسي السوداني، كان معنا.